ومعنا مراسلنا من كابل صبر أيوب. صبر، إذا حكومة طالبان تحظر المظاهرات بشكل رسمي إلا بترخيص طبعا، بالتالي كيف يبدو المشهد في داخل أفغانستان وإلى أين تمضي الحركة بإجراءاتها؟ بالفعل صرمد، هذا هو أول بيان، أول إجراء اتخذته حكومة طالبان لتصريف الأعمال ساعات فقط بعد توليها أو بعد تنصيب وزير الداخلية الذي هو رئيس أو يرأس أو يتزعم شبكة حقاني، سراج الدين حقاني، نجل جلال الدين حقاني، أحد مؤسسي أو مؤسس الشبكة وأحد مؤسسي حركة طالبان في التسعينات، هو الآن من يتولى وزارة الداخلية، الرجل قوي جدا ونافذ في حركة طالبان. أول إجراء اتخذه هو كوزير هو حظر هذه المسيرات والمظاهرات التي ظلت تخرج في شوارع كابول وفي مدن أفغانية أخرى طيلة الأيام الماضية، يغلب عليها العنصر النسوي، وفي ذلك رسالة غير جيدة غير مطمئنة بالنسبة لحركة طالبان، خاصة عندما تلتقط صور الصحفيين هنا وصور المصورين، تلتقط صور لكيفية تعامل عناصر طالبان أو مسلحي طالبان مع هذه المسيرات النسوية وتنتشر صورها عبر أرجاء العالم، فهذا غير جيد بالنسبة لصورة طالبان التي تحاول أن تظهر بمظهر جديد بأسلوب جديد بصيغة جديدة، وبالتالي جاء هذا الحظر لي كما تقول حركة طالبان، ليس لأن الأمر يتعلق بقمع الحريات وقمع المعارضين، لكن كما يقول البيان بيان وزارة الداخلية بأن الوضع لا يستدعي، الوضع الأمني لا يستدعي خروج مثل هذه المظاهرات التي تتسبب في إرباك الحياة العامة وإرباك الحركة في الشوارع، كما اتهمت من يخرجون في هذه المظاهرات صراحة بأنهم مدعومين من الخارج، مأجورين ومحسوبين على الخارج، وبالتالي حظرت خروج المسيرات إلا بترخيص من وزارة العدل ومن وزارة الداخلية وأيضا بإبلاغ الأجهزة الأمنية قبل خروج أي مظاهرة خلال 24 ساعة، أيضا نعم. إبلاغ الأجهزة الأمنية بأهدافها وبشعاراتها وبهتافاتها، وبالتالي في الحقيقة الأمر بات مستحيلا لخروج المظاهرات في كابول أو المدن الأفغانية باعتبار تجولنا في هذه الصبيحة في عدد من التقاطعات نعم. والميادين التي كانت تخرج بهذه المظاهرات خالية تماما من أي مظاهر للتظاهر، بينما تنتشر أو ينتشر مسلحو حركة طالبان في كل زاوية تقريبا من زوايا هذه التقاطعات. نعم، مراسلنا من كابل صابر أيوب، شكرا جزيلا لك.